السلام عليكم خوتي، عباش مبروك رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. طلع عمر، كيما شتو أخوتي في المينياتور كيفاش تعلم الحلاقة وفي واحد الوقت قصير بزاف. المهم الإخوان، نعاودكم على القصة ديالي أنا كيفاش تعلمت. المهم دخلت المدرسة، بديت القراية بحال عباد الله، راكم عارفين القراية ديال الدولة ماشي هي ديال القراية ديال دورات الحلاقة، ماشي هي ديال الآخر في البريفي باش كتخلص فلوس. المهم الاخوان، بدينا الشهر الاول قريناه قرايه، الشهر الثاني تا هو قرايه، الشهر الثالث خرجونا، قالوا لنا خصكم تخرجوا ستاجيو، خرجنا نستاجيو، كل واحد كيقلب على راسو في ستاج. المهم الاخوان، خرجنا قلبنا على راسنا في ستاج، دبرت على راسي انا في ستاج. المهم انا خرجت قلبت على راسي في ستاج، دبرت على راسي، شدني المعلم ديالي، تحيه لي من المنبر من هنا. المهم جلست معاه، بقيت كنتعلم معاه. المهم بقيت في الاول كنجلس اي كنشوف بعيني اي كنشوف، هذا هو القطاع فين كيختبرك المعلم ديالك، كتبقى تجلس وكتبقى تشوف فيه بعينيك، كتبقى تشوف وكتنسابه، ما كتكونيكطاش ولا تفرج في التلفازه ولا تتبع البنات، كتكونسونطرا مع المعلم ديالك اللي قالها لك هي اللي كاين، كتجلس انت على الفوتي وكتشوف ولا كتوقف حداه. ما علينا، بقيت المهم انا جالس على الفوتي وكنتفرج فيه كنشوف فيه، بقيت الاخوان كنشوف فيه. المهم واحد المده ديال واحد شهرين تقريبا هكا. المهم الشهر الاول اللي كنت مره خرجت عندو ستاج، كان كيعطيني الدري الاول نحسن له، المهم ما كتعرفش تحسينه كيجي فيني عليا مره الثانيه كيجي عاوتاني يعطيني الدري. المهم كنحسن الدراري الشهر الاولاني، المهم حسن شي ثلاثه جوج بحال هكا الشهر الاولاني هذا. المهم طرت مع داك الشهر الاولاني، سالت ستاج ديالي شهر كنولي المدرسة عاوتاني، كتقرا شهر، المهم كتقرا شهر عاوتاني قراية، كيقولي عاوتاني يخرجوك ستاج. المهم كدير قراية شهر قراية وشهر ستاج، خرجت ستاج عاوتاني. كنا كنقراو الإخوان مع 8 9 10 11 12 12 ما كنتش كندوز للدار، كنت كنجي ديك المعهد، ما كنتش كن مثلا 12 شو شحال ديال الوقت الفارغ غادي يبقى لي، أنا كنت كنعمر الوقت الفارغ ديالي، كنت بلا أنا مرات كنسمح في الغدا وكنجي كنتعلم. علاش؟ كدير واحد الهدف خصك توصل له. كنت كنجي فقط مثلا كنمشي نتغدى، كنت كنجي كنجلس حدا المعلم ديالي، كنبقى مريح معاه، كنبقى مريح معاه 12 الوحده وجوج وثلاثه وربعه حتى 9 الليل، كنبقى جالس معاه وكنستافد وما كنحسن ما والو. كنجي كنشطب له المحل، كنسيق له المحل، كنمسح الجاج. المهم بقيت تقريبا هاد الحال. المهم مازال انا كان سميتو كنقرا وكنجي عنده، ولكن ماشي في اخبار الاستاذ ديالي، ما كنبغيش نقول له، كنت في الاول خايف يا ديك الاخوه. المهم خرجت شي 10 ديال ستاج، ديت حاجه كنحس لعباد الله، كنحس لهم كيعطوني واحد الورقه ديال 16 سنين عليها المعلم ديالي، بقيت كنحس لعباد الله، كنحس لهم اللي كان قربعوه، اللي كان واحد مسكن فتح له وجهو، اللي طير في ودنيه، هاني جرحتو. المهم ملي دخلت لهم في الصور دوري واحد الدري صاحبي، دخلت لهم مرة ودنيه الصور دوري. المهم كل واحد شنو درت له الاخوان داك اليوم ديال ستاج ديالي. المهم هذاك الشهر المهم داز عليا كحال شي شويه، بدا كيعطيني الكليان الناس كبارين شويه، بدا كيزعمني رجلي كيفشلوا عليا، يدي كترعد علينا عادي اي واحد كيدوز من المرحله. مور ما ساليت ستاج عاوتاني رجعت قرايه، وكنت خارج كنتلقى مع شي دراري صحابي وحنا في الطريق، الاخوان جايين انا ودراري صحابي اللي كانوا كيقراو معايا في مدرسه الحلاقه. دار عندي واحد الدري قال لي هادو من اصدقاء اللي كيبغيو يطيحوا عباد الله، الاخوان حدا براسكم هاد الاصدقاء اللي تكونوا غاديين معاهم. قال لي الاخوان سميتو، قال لي في غادي، قلت له غادي نمشي عند المعلم ديالي. قال لي ولكن انت ماشي 16 علاش تمشي عنده؟ قلت له انا كنمشي نستافد، فعرفت نمشي نلقى غاز في الدار، نمشي نتعلم الصنايع هنايا بلا ما نخرج ستاج، نمشي نجلس انا مع المعلم ندير ربح. ينطق شنو ينطق ويقول لي؟ يقول لي ما كيخلصكش علاش تمشي عنده؟ شي انا قلت له ماشي مهم الفلوس، الفلوس كتجي هي التالي، الصناعية اللي ما كتجيش، الفلوس راه كتجي كتوصل كتوصل، اما الصناعة ما كتوصلش الا ما دير شي واحد الهدف توصل ليه. ما علينا، جيت تعلمت، بقيت كنتعلم عند المعلم ديالي. كيجي داك الدري كيمشي كيقولها الاخوان، كيمشي كيقولها الاستاذ ديالي، كيقول له محمد طيار
راه كيمشي كيحضر في ستاج، هو ما عندوش ورقة ديال ستاج، راه ما كيحضرش على السويد. وهاد الدرجة الإخوان في حياته اليومية ما كيدير والو، كي كيقرا معانا داك 4 سوايع ولا 5 سوايع كيمشي في حاجته. أنا كنمشي كنتعلم مع المعلم ديالي، شنو أنا ردة الفعل ديالي للسيد؟ كنت مشى قال للسيد قال له راه كيمشي كيستاجي بلا ورقة، راه كيمشي كيجلس. انا رديت الفعل ديال السات حاني غادي يدور فيا ولا غادي يمشي يقولها للمديره ويطردوني، حيتاش كنخالف القوانين ديال الخدمه ديال التكوين. كيجي السات كيفاجئني، حتى انا براسي كيفاجئني، قال لي اجي طير، كيوقفني انا كيوقف هو، كنوقفو بجوج حدا السات. قال لي واش كنمشي كستاجي عند شي واحد، قلت له كنمشي عند المعلم ديالي اللي المولف كنمشي عنده ديما فوق الفريق، كنمشي نعمر داك الفريق ديالي معاه بلا ورقة بلا ورقة ديال ستاج. على السيد شنو يقول لي السيد هنا؟ يقول لي برافو عليك، زعما برافو عليك في داك الوقت الفريق ديالك كتعمر الفريق ديالك، محسن تبقى جالس في الزنقة ولا تبقى جالس في الدار ونكر مع الوالدين مزيان. هذا واحد قال لي زعما مزيان ان شاء الله غادي تعطيه في الخدمة ان شاء الله ان شاء الله. وقال له شنو كتقول؟ قال له الاستاذ ما خصوش يخرج يستاجي حيتاش ما عندوش الورقه اللي كتخليه زعما بان الدري راه في ستاج في الصالون. قال له على الاقل بعدا هو كيمشي كيستاجي وكيسالي ستاج ديالو، كيولي كيمشي عند المعلم ديالو كيعمر وقت الفراغ ديالو. هذاك ما كيتسماش ستاج، كيتسمى وقت الفراغ كيعمرو معاه، كيما كيجلس في القهوه غادي يجلس مع المعلم ديالو. جا داك الاستاذ ديالي جا معايا بزاف، داك التلميذ اللي كيقرا معانا قال له خصك تنسى تكون بحالو، كي تمشي وتجلس وتستافد عند صاحبك. قال له استاذ لا حقا راه ما كيخلصنيش. ها انتما الاخوان بان هاد الاصدقاء حداهم منهم بزاف، ما تخليهمش فين يطيحوكم. الصنعه غادي توصلوا لها ان شاء الله، هاتي تعطيوها. ايوا دراري كيبغيو يطيحوكم ما تثقوش فيهم، انا براسي شنو كانوا يديروا لي والحمد لله تبعت الصناعه ديالي. كما قلت لكم بقيت غادي كنستاجي مع الشهر الاول الثاني الثالث الرابع وما كيخلصني ما والو الاخوان. نجيكم الصراحه مره مره فين كنلوح 20 درهم 30 درهم، المهم بقيت غادي معاه حتى ما كيقسمش معايا الفلوس. وكنت الاخوان وصلت واحد الدرجه بان كنصور شي 3000 4000 في النهار ما كيقسمش معايا الفلوس، ولكن هانيه علاش؟ حيت انا راني كنتعلم ما ديرش راسي في الفلوس، دير راسي في الصناعه خصني نوصلها، حيت الا ما وصلش الصناعه انا فين غادي نتقول؟ المهم علينا، بقيت كنقول يا ربي فوقاش نوصل الصرصه بقوه الحماس لان تعلمت الصناعه وغادي نقسم الفلوس. المهم قوه ما درتش فيها راسي، كنت كنتخيل معايا وليت كنهرب من القرايه وكنجي نستاجي، عجبني الستاج عجبني المعهد. المهم دخلت في طوندوز مستقيم، ما قلت لكم زعما ما عنديش انا ماتيريال، عندي شي خفيف. كنحصل عباد الله كنطلع ديال كنطلع 50 درهم مرة كل واحد 10 درهم منها، كنطلع 100 درهم من الفريد 20 درهم منها. المهم يدور معايا كيما قلت لكم اخوتي. دار شاسة شاسة جيت فرحان عند المعلم ديالي، قلت له راني ساليت ستاج ساليت القراية، واش دابا غادي نخدم معاك ولا نخدم مع شي واحد اخر؟ قال لي مرحبا بك تخدم معايا، عطاني كرسي. من تما بدات المسيرة ديالي الاخوان 2014 لدابا. دابا نحطكم التصويرة ديالي فاش كنت كنقراها، ها هي اللي كنت كنقرا الاخوان. وواحد النصيحة باش تشدو ان شاء الله شي صنع الاخوان، تحيلها قان جار في اي حاجة عطيو فيها، وحاولوا ما الوقت الفارغ ديالك ما عمرو بيها وقت الفارغ، ما تعمرش في حاجة خاوية، عمرو بداك الدومين اللي باغيين ديروه. اين فوا توصلوا لداك الدومين اللي باغيين تعمروا الوقت الفارغ ديالكم، تعمروا بالخدمة ديالكم اللي باغيين تعلموا توصلوا لها. ونصيحه من عندي، الا كنت داخل شي حاجه ما باغيهاش حيد اخويا ما تخليهاش صراحه، ولا كان مولين دار رغموك عليها ما تخليهاش، سير الحاجه اللي باغيها قلبك وباغيها انت اللي تعطي فيها وان شاء الله غادي توصل ليها. المهم كان معكم محمد الطيار، فيديو جديد حلقه جديده، تهلاو.